السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم من جديد. تحصر الناخب الوطني جمال بالماضي على مسيرة اللاعب يوسف البليلي الذي أمضى مؤخرا في فريق قطر القطري قادما من فريق الأهلي السعودي. ولقد أكد الناخب الوطني جمال بالماضي بأن يوسف البليلي يمتلك موهبة وإمكانيات كبيرة كانت تسمح له بحمل ألوان أكبر الأندية الأوروبية. ولقد صرح جمال بالماضي للإذاعة الوطنية: يوسف البليلي يملك موهبة كبيرة، ولو كان باحترافية مندي لتواجد الآن في أندية كبيرة على أقل تقدير مثل توتنهام أو أتلتيكو مدريد. وأضاف الناخب الوطني: وهذا هو المؤسف في وضعية البليلي، عليه استغلال الفرصة لأن مشوار اللاعب قصير. وتابع جمال بالماضي: على بالليلي أن يفهم أنه يبلغ حاليا 28 سنة، وتنتظرنا مستقبلا نهائيات كأس أمم إفريقيا وتصفيات كأس العالم. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع. لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط، لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.